معنا عبر الهاتف من الرياض الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامس. سالم، أهلا بك معنا في هذه النشرة. دلالات تسليم هذه الحاويات والأموال التي تم التحفظ عليها من قبل المجلس الانتقالي إلى قيادة قوة الواجب السعودية، وكيف يخدم هذا اتفاق الرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي السيدات والسادة المشاهدين. يعني الحقيقة الأمور بشكل عام في ما يخص يعني الوضع في اليمن، الأمور تسير بشكل هادئ في المرحلة الأخيرة، ولعل من الضروري في الحقيقة أن نسمع مثل هذه الأخبار التي تضع النقاط على الحروف وتؤكد المسؤولية التي يعني يطلع بها التحالف، وفي مقدمة يعني من يدعمون ذلك التحالف، سواء عن حفاظ الأموال أو تأكيد يعني التناغم ويعني الحالة الإدارية، هو الموقف السعودي في الحقيقة، والذي يقوم بدور فاعل. كل من يريد لليمن وكل من يتمنى لليمن خيرا فعليه أن يلتزم بمثل هذه المسارات التي هي في عنوانها العريض تصب في تطبيق اتفاق الرياض تطبيقا كاملا، ومنع في الحقيقة أي مسارات قد تكون مسارات للتسرب، قد تكون مسارات للخداع، قد تكون مسارات لتفتيت الجهود في الحقيقة. الآن نحن اليوم أمام رغبة صادقة في الحقيقة من الجنود أو القوى الموجودة على الأرض اليوم لدفع عملية تطبيق هذا الاتفاق والالتزام في الحقيقة بحذافيره للانتقال إلى نقطة ربما تكون في الوقت المنظور القريب أكثر اتساعا وأكثر شمولية لإيجاد دلالات ومعاني للحل على الأرض. ما هي الرسائل التي يرسلها هذا المستوى من التفاهم والتنسيق كذلك، وكيف ينعكس على الوضع في اليمن وعلى توحيد الجهود لدحر الإرهاب كذلك، كما جاء على لسان المجلس الانتقالي بأنه يؤكد العمل تحت قيادة التحالف؟ يعني في الحقيقة يعني تبرز لنا صورة، وهي صورة الجدية في الالتزام بتطبيق اتفاق الرياض، ويعني من جديد في الحقيقة يعود هذا الاتفاق إلى الواجهة من جديد ليحتل يعني مكانته في الطريق ربما الوحيد للاقتراب من حل سياسي في اليمن. الشيء الآخر الالتزام بال يعني بالإدارة وبالتوجيه العام بما يجري اليوم على الأرض اليمنية، هذا معطى مهم جدا. أنا أعتقد أن نقترب شيئا فشيئا إلى إنجاز اتفاق الرياض وإلى تحقيق نجاحات على الأرض، يعني ما دمنا نتصرف بهذه الطريقة وما دامت كل الأطراف لديها حس بالمسؤولية وحس بالالتزام للالتزام يعني المهني وللالتزام التراتبي. يعني هناك مجموعة قوة في الحقيقة طامحة وطامعة إلى يعني تفتيت كل هذه الجهود، إلى تخريب كل هذه الجهود، إلى استغلال هذه الجهود في غير أماكنها، ولكن بهذا الوعي الذي نراه اليوم نحن نقترب شيئا فشيئا من اتفاق الرياض، والذي قد يكون المخرج الوحيد للحل السلمي في اليمن. شكرا جزيلا من الرياض الباحث في العلاقات الدولية سالم اليامي، أشكرك.